التالتة مش ثابتة ليه؟ والتالتة مش ثابتة أو نتمناها تبقى ثابتة بقى المرة دي على حسب ما المهندس عدلي قال، إنه خدوا بالكم تلات محاولات سابقة الأهلي يجي يحقق لقب دوري الأبطال ثلاثية متصلة تقلش. نتمناها المرة دي بإذن الله تتحقق، وأعتقد ده هدف يتحط قدام هذا الجيل من اللاعبين، إنه يبقى عندهم تارجت كبير قوي إنك لازم تعمل اللي مفيش جيل قبل منك سبق عمله في النادي الأهلي، إنه يفوز بدوري أبطال أفريقيا تلات نسخ متتالية. الجيل الذهبي بتاع مانويل جوزيه، أبو تريكة وبركات ووائل جمعة، كل النجوم الكبار حققوا 2005 على حساب النجم الساحلي و2006 على حساب الصفاقسي، وجت في السبعة مع النجم الساحلي وقلشت، ما حققش الأهلي التالتة على التوالي. اتكررت المحاولة بعد كده للمرة التانية إنك أنت تكسب البطولة في 2012 على حساب الترجي، و2013 على حساب أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، تيجي المحاولة التالتة تطلع من دور ال 16 في دوري الأبطال قدام المغرب التطواني عشان تنتقل إلى كأس الكونفدرالية، وقت ما كانت الكونفدرالية مسموح إن يجي لها الثمانية الخارجين من الدور الأبطال. الأهلي حقق اللقب في الكونفدرالية بهدف عماد متعب، كلكم فاكرين الماتش بتاع سيو سبورت التاريخي ده، وده اللي كان بيدي هذه البطولة زخم وقوة، قوة لأن في ثمان فرق جايين من دوري الأبطال بيروحوا يلعبوا. وعلى فكرة كان باستمرار بالصفة شبه دائمة اللي بياخد لقب الكونفدرالية الفريق اللي جاي له من دوري الأبطال. اللي كان بيتقال عليه وقتها ايه؟ ملوش لازمة. طيب، حقق الأهلي الكونفدرالية بدل ما يحقق التالتة في دوري الأبطال. كانت المحاولة التالتة في 2020 الأهلي فاز على الزمالك 2-1، مباراة قفشة اللي انتوا شفتوها النهاردة اللي بتحل ذكرها. ثم في 2021 الأهلي كسب كايزر تشيفز، جه في 2022 قلشت المسألة في مباراة الوداد لما اتفرض على الأهلي يلعب النهائي من مباراة واحدة وفي ملعب الخصم، مباراة أو السنة بتاعت إخفاء الخطاب، واللي الموقف التاريخي بتاع النادي الأهلي لو تتذكروا الكلمة بتاعت الكابتن محمود الخطيب لإنفانتينو وموتسيبي، نوت فير نوت فير، وهو على المنصة أدركوا فعلا إن هي المسألة مش فير خالص، وتم تغيير نظام البطولة والعودة إلى نظام المباراتين بسبب موقف الأهلي وكلمة الكابتن محمود الخطيب لرئيسي الاتحاد الدولي والأفريقي على منصة التتويج. فشوفوا الأهلي لما بياخد موقف بيغير مجريات البطولة ويرجعها للنظام الطبيعي بتاعها. دي كانت المحاولة الثالثة اللي ضاعت فيها الثلاثية المتتالية. احنا النهاردة الأهلي حقق النسختين ورا بعض، النسخة السنة دي النسخة الثالثة، يعني 23 و24 للأهلي، ال 25 إن شاء الله تعالى يفوز بيها الأهلي ويحتفظ ويحقق اللي ما فيش جيل حققه في الثلاثية المتتالية. وده اللي بيخليني أو خلاني النهارده أتكلم بشكل مباشر للعيبة والإدارة والجماهير. قدامكم مجد. قدامكم مجد غير مسبوق. أيوه. والجيل ده يبقى عمل حاجة صحيح. ما الله أعلم تتكرر تاني إمتى. صحيح. فكروا في دي. أيوه. خلينا محترفين فعلا بقى. ايوه، اصل انا بتجنن يا استاذ ابراهيم اما اقول لك ايه اللعيبه المحترفين وانا نفسي احترف. وامبارح كان في برنامج بيعد اللعيبه المحترفين اللي في النادي الاهلي اللي هم الاجانب. ما لعبت هو يعني امتى اللاعب يبقى محترف؟ طيب يعني اللي بياخد 20 و30 و25 وبيكلف في 50 محترف ايه؟ احنا مش بنفهم الناس يعني ايه لعيب محترف، وبالتالي اللاعب مش شاعر انه محترف، مش قادر يحط الالتزام ده على نفسه. ايوه، اما يسال اي لعيب يقول لك نفسي احترف. وانت بتقضيها تهاوي يعني انت بتقضيها هنا. فالكلام ده لازم بقى كل ده من اشكال الفوضى في تعاملنا مع الكره المصريه. نتمنى يا جماعه لعبتنا تحط نصب اعينها هذا نصب فرصة هذا نصب ولا نصب؟ نصب اعينها نصب اعينها.
التارجت ده او الهدف ده لا لو اتحقق هيبقى شيء بتعملوه لاول مره ورائع جدا جدا، والعالم سيهتز كالعاده ويقف احتراما للنادي الاهلي. هذا الجيل من الفريق من اللاعبين يحظى بدعم كبير جدا من مجلس الاداره شان كل الاجيال، واعتقد الكابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الف الف سلامه عليك في الوعكه الصحيه ان شاء الله تكون بسيطه نزله البرد الشديده شويه اللي بيمر بيها، لكن داعم قوي جدا لهذا الجيل وشايف انه هذا الجيل قدامه فرصه يعمل مجد كبير للنادي الاهلي. واحد من نجوم الجيل السابق اللي عمل مجد كبير كابتن وائل جمعه، الصخره بتاعت الفتره بتاعت 2005 في البدايه، نشوف وائل جمعه المحلل بقى دلوقتي ازاي شاف فوز الاهلي في مستهل دوري المجموعات على استاد ابيجان. مكسب جيد طبعا للنادي الاهلي، خلينا نتكلم على الايجابيات الاول احمد. اربع اهداف في اول مباراه وظهور جيد للاعبين اللي حصلوا على الفرصه، ممكن الشكل العام في النهايه يكون افضل من اللي ظهر بيه اللاعبين. برضو في بعض الاحيان احمد تواضع المنافس بشكل زي ما شفنا من فريق استاد ابيجان يخلي اللعيبه ان هي نوع من التراخي شويه بعد النتيجه ما الشوط الاول توصل لثلاث اهداف، يسجل ثلاث اهداف ويوصل لمرمى الفريق المنافس اكثر من مره بيحصل تراجع بعد الشيء. كنت افضل ان الشوط الثاني من بدايته يحصل تغييرات لان برضه تاخر كولر اخر ربع ساعه كل التغييرات 75 دقيقه 75 بدا يعمل التغييرات بتاعته، خاصه ان انت متقدم في النتيجه، في لعيبه بره كانت محتاجه الفرصه اكثر من لاعب بره كان محتاج ان انت تدي له الفرصه وتشوفه زي عمر الساعي اللي نزل متأخر جدا، عمر كمال كان برضو محتاج انه يلعب، كوكا، رضا سليم، وتاو كلهم نزلوا بس متأخرين. يعني انت متقدم يعني التغييرات المنافس. التغييرات منطقيه وسليمه لكن الطين متأخره الوقت. متأخره بالظبط. انما بنتكلم على الاخطاء الدفاعيه، خلينا بس نقول ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت يا احمد دخل فيه هدف صح، فده جرس انذار لكولر وللاعبين قبل المباريات الصعبه، انما انا اشوف ان المنافس النهارده كان سهل جدا وكان متوقع الاداء الضعيف منه، خطأين سهلين جدا وكان ممكن يسجلوا هدف ثالث كمان، الكره اللي جت في العارضه في الشوط الثاني. يعني جرس انذار لكولر وللاعبين ان الجاي هيبقى صعب. يعني انا عندي رايي ان يعني بقى لنا سنتين ثلاثة موضوع التنظيم الدفاعي مش الأفراد، طريقة، ودي أحيانا لما بتبقى أنت مطمئن الالتزام بيقل شوية، بس لو كل واحد فكر إن الكرة دي اللي أنا تكاسلت في الضغط أو في قطعها أو في الرجوع أو في سرعة حتى لو في نص ملعب التعارك ممكن تكون هي دي الهدف، وده اللي حصل. يعني ده اللي حصل في نهائي القرن الإفريقي، كرة كان سهل جدا جدا التصدي لها من البدايه، هي غلطه كره بالكعب ملهاش معنى، وبعدين كره العرضيه كان ممكن يحصل تعامل اكثر حده يمنحها. فمش عايزين اجوان من النوع ده لان دي بطولات بتضيع وفي نفس الوقت بترفع من معنويات المنافس اللي بيبدا انه يحبط. يعني 3-1 ليه؟ وبعدين 4-1 تبقى 3-4-2 ليه؟ وندي فرصه بقى في كره في العارضه يقابلها اربع خمس فرص منهم فرصه وجون فاضي. فما حدش بيحسب لك انت، هو كل الناس عايزه كل كره تيجي عليك تشكل خطوره ممكن تهددك، وده نتيجه خوفهم على النادي الاهلي. لكن في الاخر الاهلي امام الاتحاد كان له شكل كروي مميز ولكن في عدم حسم. امام ابيجان لا، في فاعليه ونجاعه مش مكتمله هجوميه كانت تقدر تكون اكتر من كده. نتيجه برضو زي ما قال الكابتن وائل النتيجه ساعات بتحكم التصرف، اطمنا. لكن مساله بقى مواعيد التغيير يعني من حقنا نقول ارائنا، ولكن مؤكد اللي في دماغ كولر حاجه ثانيه. يعني فانا لان الكلام ده
اللعيبه برضه تفكر فيه، فلما تفكر فيه قد يحدث ازمات. الله اعلم. بس كولر معني بقى بايه؟ انه يتكلم على لعيبته شويه في موضوع الروتيشن والتغيير، ويدي لكل واحد ثقله، ويحافظ، مش هقوله حافظ على القيمه التسويقيه، لان دي لازم، دي مسؤوليه اللعيب. ان مفيش لعيب مهما يشعر انه بعيد عن الملعب معنى كده ان انا احبط واهدى. لا، ده في لعيبه اتعاملت بشد من كده، تجاهل وهجوم الجماهير، ورجعت اقوى من الاول بكتير، ودي الشخصيه. لازم اللعيب يبقى عارف ان امكانياتي انا اللي بتحدد علاقتي بفريقي، وبفرض نفسي امتى، ومش معنى ان انا بلعب او ما ابتديش او بتغير ان في حاجه غلط فيا. لا، بيبقى في فكر اداري او فكر تكتيكي فني بيفرض هذه التغييرات. طيب، اذا كان ده راي وائل جمعه الصخره، راي